أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على من بعث الله رحمة للعالمين. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالصيام المسألة ديال يعني النية، فالنية من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، وهي تسقط على القلب. والإنسان دابا لا بغى مثلا ينوي الصيام، ضروري خصو ينوي النية. والنية ما كيتلفظش بها الإنسان، ما كيقولش مثلا زعما أنويت أنا غادي نصوم يعني غدا، ولا نويت نصوم هاد الشهر يعني بحال، لا. النية كتسقط على القلب، فلا بد له يعني من أنه يسقط هاد النية هادي على القلب ديالو، يعني بالقلب ديالو. فهنا تيتبت الصيام ديالو ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، كما يعني قال يعني اهل العلم. واحاديث كثيره يعني كتدل على هذه المساله يعني ديال النيه، ضروري هي ويعني مؤكد. فالانسان مثلا الا كان مثلا اليوم مثلا في الليل والغد مثلا غادي صباح رمضان، فيسقط هاد النية هادي على القلب ديالو، لأن الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم، إنما ينظر إلى قلوبكم. فالنية هي محل القلب، والقلب هو يعني محل النظر إلى الله تبارك وتعالى.